الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة ما أنت صحابي أن تضبي طبناد وأبو ذر أبو ذر كنت كلي سأباهن إن تاريخ لأن رنت لغاها الله نموذج تقوى صعوده اخلاص يو انو كرر شيغي ايمانك الى سبحانه وتعالى وله ارتقي نبي جنا وحير صلى الله عليه وسلم ما اقلت الغبراء ولا اظلت الخضراء من رجل اصدق من ابي ذر دورك محن بارين بيري صمدنا ما انا هرين قف كر بضن أبو ذر نوها عرب كيسة في قلب يسو إسليه الغبراء لغة عربية الأوكا لغبراء مدام ميل بورا إتاي الخضراء وصمدة سيد اللغة أحان لو استعماله أقلت سحابا ثقالا وتقران كله حنبار استوي أقل أو استقلت مثلا حافلة وحان راعي وحائقات دمشق به ليدوي أظلت ظل يظل وهرين في المدن مركز داود نبي مركز في صلى الله عليه وسلم ما بات جربة وابن آدم وأبو ذر كلمة حق رنت هدي النبي صلى الله عليه وسلم أولي هذا كان يضع لقاها اللي أمضي ورنبا وحال ديري أبو ذر نلا بنا ملاها عند الله هو النبي صلى الله عليه وسلم وفهمي كرتا مركه ابو ذر هي مكان ذا كل هي في هذا الدين في وادي ودان الذي يصل مكه بالعالم الخارجي كانت تنزل قبيله غفار تب لما قعد بحي ودان واه اسكو حراها مكه المكرمه يدون ذي انت اذا كالت ايا قبيلة اللي يقان غفار وكسو جيد أبو ذر هل كاسي دقناي بمعنى أبو ذر جيوغرافيكالي ديغانك إساقا إيو غير كسو جيد أي دقناي وحال بيه جيري ودان وداننا مالو حاي الاستراتيجي مركا أي تاغان تا حقا بيع مشترك محايا لي مكة طبعا مالك السؤال اللي جوغانا كالو قالوا منو ولان كرتيد بعض باهنت عالم اللحريرتي ودقالو وكالات دحيو وسياسة وذاك آتيهين وحيوان بضن ورنتي أن لغا مارمين أي مركة إسوكين جيران الضبا ودان وإسكو حري مكة يعني العالم الخارجي هلكا ومكة ما يشغل غفار أي دقاني هلكا مركة وحا فهمي كرتا قبيلة ذا حقا وكسو جير أبو ذر الغفاري رهن مكة مرنبا إناني كمارمين وكانت غفار تعيش من ذلك النزر اليسير الذي تبذله لها القوافل التي تسعى بتجارة قريش ذاهبة إلى بلاد الشام أو أيبة منها غفارنا يونح يكون ولايا دخل غاير يكسو قلي جري تجارة وسي سعو تحقا يو طبعا مركي مكة أي كي مالان تجارته أي وسي السعودان حقا بلاد الشام ماشي يصوم مرن وهلكه ودان ما الغفار ماشي يدقين ولقى مرة حبيك قاعدين جدا بدك وضد مرين إذا يجينا فائدة كو قبين رغ غفار مرك أيهين محايل الدخل بك السوق الجديد مرك النزر اليسير وحلقه وضع إن ير غير أو وضد عن شور ير والله يا قاعد أي دك السوق الجديد القوافل جمع قافلة قافلة ذنا وسفر ذا بيع مشترك إمرجندايز كأسعودة أما لو يقان كارفان لو يقان أي قافلة لغو مرعبة الضبا مركو مركز سفرضو تجارة ذا وضعي أما مركز دونا يعني أما وين مكة كسر بحانو بلاد الشام آذان ومركز ريم مكة خصيصو أما وين الشام كسر دقائق أنا حقا أيو مكة أبو قولان ومركز ريم الشام أي خصيصو لبدا قلبا فائدة يكون قبل وري غفار ضد قال كاسي مركز وحكاية قادة جديد وربما عاشت من قطع الطريق على هذه القوافل إذ هي لم تعطيها ما يرضيها حنا لغا يابا ان اي با دعي كرتا حيتا ان هدي وحي للربي
amaba wixii ay ku soo rogeen qawaafishaas haddaanay bixin in waddadaba ay ka gooyaan. Yacnii idan bimacna halka awood baa jirta marka. Haddii reer Maka dhaqdhaqaaq yar ama dulm yar ay u muujiyaan reer Kafaar, keliya xagga cunuqabateyn baa lagu soo rogayaa. Marinada dhaqaale iyo madaakhisha dakhligu kasoo galo unbaa loo fariisanaya. Halkaa markii ay marka loo dhigto isbaarada oo tijaaradu xagga iyo xaggaaba u dhaafi weydaan, waxay ku khasbeen marka inay marka isdhiibaan. Halkaa marka waxay ka qaadanaysaa powerka ay leeyihiin qabiilada loo yaqaan Ghaffar oo kasoo jeeda Abu Dharr Ghaffari. Wa kana Jundu ibn Junada al-mukanna bi Abi Dharr waahidan min hadihi al-qabiila. Jundu ibn Junada, Abu Dharr marka magaciisa rasmiga maxaa la dhahaa? Waa Jund ibn Junada. Laakin al-mukanna bi Abi Dharr waxaase loogu yeeri jiray kunya u ahayd Abu Dharr. Abu Dharr marka Jund ibn Junada oo kunyadiisu Abu Dharr ay tahay, waahidan min abnaa'i hadihi al-qabiila, waa nin ka tirsan reerkaas oo Ghaffar loo yaqaan. Laakinahu kaana yamtaazu minhum, wuxuu iyaga kaga duunaa oo kaga soocnaa, bijur'ati alqalbi, qalbi dhiiranaan, nin aad u dhiiran buu ahaa, wa rajaaxati alcaqli, iyo caqli badnaan, iyo bucdi nadari, iyo nin aragtidiisu iyo ma aragtay ay fog tahay, nin nadaradiisu meelahan ay ka dhowdahay maaha. Marka saddex arrimood oo dadkiisa uu kaga duunaa oo Ilaahay uu si gaara uguma nadaysay baa jirtay Abu Dharr. Oo haddii ay ahaan lahayd inuu nin dhiiran uu yahay, kelimadda qalbigiisa soo gashay inuusan dib ugaga leexan, in caqligiisu arjaxsan yahay oo nin caqli leh inuu yahay, in meel fog wax ka arkana inuu yahay, saddexdaasna Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku galladaysa. Wa biannahu kaana yadiiqu ashadda adiiqi bihadihi alawthaan alatii yacbuduha qowmuhu min duuni illah. Waxaa kale u weheliyey inuu aad iyo aad ciriiri uga dareemi jiray oo u dhibsan jiray shirkiyaadka reerkiisa ay ku jiraan asnaamta la caabuday. Marka Abu Dharr Ghaffari ha noqdo, nacam ha la deganaada, nacam oo reerka ha ka mid noqdo, laakiin waxaa u weheliyey inuu si un u suluugsanaa oo diidanaa asnaamtan ay caabudayaan dadku isagu kasoo jeedo. Waanu ka caqli doonaa, waanu ka dhiiranaa, wa fi nafs alwaqt meel fogna wuxuu ka arki jiray. Wayastankiru maa wajada calayhi alcaraba min fasaadi ddiin wa tafaahati almuctaqad, wuxuu aad iyo aad u diidi jiray waxuu carab ka arkay oo ah diin xumo iyo caqiida xumo. Fasaadi ddiin waa diin xumo, wa tafaahati almuctaqad iyo caqiida iyadu liidata oo taafi ah. Yacnii sanam dhagaxaad adugu gacantaada ku qoratay ood guriga keentay oo subkatay, in maantana aad u sujuudid, aad u rukuucdid, oo aad wax weydiisatid isagoon kuu jawaabi karin, waxay ka mid tahay caqli daxal haduu jiro, caqli liita waa kaa. ويتطلع إلى ظهور نبي جديد يملأ على الناس عقولهم وأفئدتهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وحي كي قد قنايد أبو ذر إنو أهن قلتاغو وإن تاسو إله سو سارا بولها نبي أما عصب وضك عقوشو ذبوحية لابهو ذبوحية قد عرضا شركة يكون جيران مبديدا يكون جيران نكسارا نور كتوحيك إليه سكيسا أسارا مركا تانو كي قد قنايد مركا وحا كاقا موقتا إيادنا in Abu Dharr noocan ma war u hayay, wuxuun marka inay soo gaareen waxna ku seeganeen inuu ogaa mar-un inuu soo bixi doono nebi cusub, in mar-un shirkiyaadka laga bixi doono, in mar-un dadka tawxiidka xaggaa ay u dhaqaaqi doonaan. Taana marka waa uushiinsanaya Abu Dharr radiallahu anhu wardaa. Thumma tanaahad ila abi darrin wahuwa fi baadiyatihi akhbaaru nabiyi aljadiid aladi dahara fi makka. Kadib Abu Hurayra waxaa Abu Dharr waxaa soo gaaray isaga oo tuuladiisii iyo miyigiisii degan, nebi Muxammad nebigan cusub ee kasoo daahiray Maka ayaa waxaa la yidhi nebi baa soo baxay, nin baa wuxuu kasoo daahiray Maka Almukarama, akhbaartii way soo gaartay. Marka tanaahat ay intaha shayu oo intaha ilaa kada, akhbaartii baa isagii kusoo sintay. Faqaala li akhiihi Aniis, markii akhbaartu ay soo gaarto li nebiga soo baxay bu walaalkii la hadlo oo Aniis baa la dhihi jiray, wuxuu ku yidhi inطaliq laa abaa lak ilaa makkata waqif cala akhbaari hada alrajul aladi yazcum annahu nabi wa annahu yaatiihi waxyun min alsamaa wasmac shay'an min qawli waxmilhu ilay.
dhaqaaq buu yidhi, magaca jiri ee ma ka aad, ii soo ogow ninkan cusub, akhbaartiisa ii soo ogow, ee sheegtay inuu nebi yahay, ee sheegtay in waxyi samada uu kaga yimaado, bal intaad ii soo dhegaysatid hadalladiisa ii soo gudbi, ii soo xambaar. Marka Abu Dhar weli wuxuu joogaa tuuladiisii ama miyigiisii buu joogaa, Qafar buu joogaa, weli kama dhaqaaqin meesha. Laakiin wuxuu soo tashkiiliyey nin la dhashay, wuxuu yidhi adiga baxada iga fudud, akhbaartana ii soo qaad, wixii akhbaara soo heli kartid. Dhahaba Aniis ilaa Maka, walaalkii wuu soo dhaqaaqay, Maku soo aaday, waltaqaa birasuuli salawaatu llaahi calayhi wasalaamu, rasuulkana wuu la kulmay, wasamica minhu, waxna uu kasoo maqlay. Uma caada ila albaadiyati, kadibna halkii uu ka yimid Abu Dhar uu joogay oo miyigii ahaa buu dib ugu laabtay. Fatalaqaahu Abu Dharin fii lahfa, Abu Dhar ba iyadoo hanqaltaag uu ku jiro ayuu halkaa kula kulmay. Wasa'alahu can akhbaari nabiyi aljadiidi fii shaqaf, si hilow iyo ee maaragtay jacayl uu ku jirana akhbaarta nabiga sal alay waslam buu u weydiiyey. Ilaan qof aad fariin u dirsatay oo aad ka warsugaysay markuu ku yimaado, dabcan waad dareemi kartaa qofka waxa uu muujinayo, iyo hilowga ka muuqda, iyo sida uu markaa u laabkacsan yahay, iyo sida uu jecel yahay akhbaartii in dhegihiisa ku dhacdo. Abu Dhar markii walaalkii bula fariistay, faqaala, waxaa hadlaya walaalkii Anas, laqad ra'aytu wallahi rajula yadcu ilaa makaarim alakhlaaqi wa yaquulu kalaama ma huwa bishicr, wallahi waxaan soo arkay nin dadka ugu yeeraya wax alla wixii akhlaaq wanaagsana, hadalka uu leeyahayna gabay maaha. Hadalkaa markuu yidhi kadib ba Abu Dhar qabsoo, wuxuu yidhi faqaala lahu wamaada yaquulu annaasu fii, oo dadku marka say u arkaan maxay ka leeyihiin, maxay ka yidhaahdeen shanigiisa. Faqaala yaquuluuna innahu saaxiru wakaahinu washacir, dadku waa saddex qayboodo, kuwa leh waa saaxir, kuwa leh waa kitaab gaablow, iyo kuwa leh waa gabyaab, dadku saasay leeyihiin. Faqaala Abu Dhar, su'aal buu ku celiyey, wuxuu yidhi wallahi maa shafayta lii qaliilan wala qadayta lii xaajatan fahal anta kaafin ciyaali xataa antaliqa faandara fii amri, wallahi nin waan ku darsada laakiin run ahaantii haraadkaygii runtii maadan iga goynin, dantii aan kuu dirana ma aadan oofin, laakiin waxaan ku weydiisan lahaa reerka iyo ciyaalka ma ii kafaala qaadaysaayo, arrinkoodii igala wareegaysaa, anaa dhaqaaqayo iskayga u raasan doono oo bixi doona. Marka Abu Dhar waxaa ku filaa weyday akhbaartii yarayd walaalkii uu keenay, fiiri inta iguma filla, laakiin waxaan u baahnaa inta in ka badan. Keliya waxa halkaa uu ka faa'iiday informationka ah inuu nebigana uu jiro, dacwadiisiina uu gudagalay, dadkuna ay qaybsan yihiin laba qaybood ay noqdeeno, kuwa isagu ku dabafaylo fara ku tirisa in badan oo diin dan oo ciidda ka badan, labada qol inay yihiin halkaa marka uu haya. Isagoo markaa tibiska haya informationka usoo dhacay buu yidhi ana hadaba dhaqaaqay. Faqaala nacam, walaalkii wuxuu waa yahay ciyaalka anigaga ta, walaakin kun min ahli makkata calaa xadar, dardaaran baa la siiyey Abu Dhar, laakiin ree maka ka fiijignow, is ilaali. Yacni wuxuu walaalkii ilaa wuxuu soo arkay xaaladdu sida ahayd, iyo say u cakiran tahay, iyo ajwaadu inay tahay mukaharaba, waqti meel la aaday inaanay ahayn ama nebi maxamed lala kulmo. Waan arki doonaa markii Abu Dhar halkaa uu tago dardaaranada nebi maxamed Abu Dhar uu siin doona salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Tazawada Abu Dhar linafsi, wuu sahi qaatay, وحمل معه قربة ماء صغيرة سبرار ير وبيء كجران أمبرا شدر نوقاتي، واتجه من غده إلى مكة يريد لقاء النبي أرورتيبا الكاب كب قال يحقا إيه مكو مكة أباري صغر هذا النبي إنه لكل مه والوقوف على خبره بنفسه إنه استجى سوء أخبار النبي صلى الله عليه وسلم حابة لك ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم الله يهبلو warka ii soo ururi iyo la soo kulan ii soo arag iyo maada adiga tagtid halkaasi kaga dhigta. Abu Dhar balaga Abu Dharin makkata wahuwa mutawajjisun khiifa min ahliya, Abu Dhar wuxuu socdaba wuxuu soo gaara maka mukarama iyadoo aad iyo aad ugaga baqayo ree maka, ilaan dardaarankii walaalkii uu soo siiyey ee ahaa niyo fiijignow oo aad iyo aad u digtoono tiiba marka markiiba ku qufulan. Faqad tanaahad ilayhi akhbaaru غضبتي أو غضبتي قريش لآلهتي وتنكيلهم بكل من تحدثه نفسه باتباع محمد، أبو ذر وحو كور هرب وحسوق على ورقة
inay qoraysho aad iyo aad u caraysanta, inay aad iyo aad u xanaaqsan yihiin, oo aalihadooda laga sheegay u xanaaqsan yihiin, watankiilihim bikulli man tuxadiu nafsu biitibaac Muxamed, iyo inay ciqaab marinayaan qof walbaba ay nafsadiisa ugu sheekayso inuu nebi Muxamed u raaco. Marka hadalkaas ee runtii dareen culus buu ku beeray Abu Dhar, bal fiigjinaantiisiiba waa sii korodhay oo inuu issii ilaaliyay. Maxaa yeelay dadkan waa dadka axsan wey, nin baa kasoo dhex baxay markiiba, aalihadoodii wax ka sheegay oo yidhi waxaad caabudaysaan waad khaldantihiin. Markii waxay bilaabeen marka waa kee kan ku dhici kara inuu aalihadeen wax ka sheega, waa kee kan Muxamed raaci kara. Labadaa goodi baa marka meesha yaal. Lidaa kariha an yas'ala cad axadan can Muxamed. Abu Dhar marka markuu yimid Maka Mukarama, haddaba ma ku dhici karaa inu qof inuu yidhahdo Muxamed itus, waa intaasu hee uu ka dul dhaco qof markaaba caraysan. Marka wuxuu ka hoday iska ilaaliyay inuu dadka dadka weydiiyo yidhahdo Muxamed ii sheega, lanna ma kana yadri an yakuna hada almas'uul min shiicati min caduwihi, maxaa yeelay maka la yaqaan dadka kanuma nin Muxamed raacsan baa mise waa nin Muxamed diidan, yani shiica ee atbaacihi inuu nebi Muxamed raacsan yahay inuu diidan maba kala yaqaan. Marka magaaladana waa magaalo dadkeeda iyo wejiyadeeda iyo magacyada dadka iyo say u fikirayaan iyo itijaahaad kala kala qaatay maba yaqaan. Marka wuxuu ku qasban yahay marka si marka qarsoodi ah oo dhuumaal ah oo aan ismuujin lahayn inuu si tartiiba magaalada u dhex maro oo halkaa ka xaluusho. ولما أقبل الليل الضجع في المسجد هبين مرك الجاري أو قرحه أي عليه بوهرت المسجد كسحري فمر به علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعرف أنه غريم فقال كدي علي بن أبي طالب عصام مري وحو دريا مع بن أبي طالب نينك المسجد كدي فإنه هنين غريبة وما قال لي استرنجر كؤه وكو عصب يعني إلا أن دكو إسيقانان أهل المسجد كانوا إسيقانان أما يقف عصب هذا دون نويمة وانقران كرنا inuu ree oosla yahay ama inuu markaa nin meel fog naga soo booqday, maxaa dadku wejiyad way isyaqaanaan waa la wada tukada. Abu Dhar ama Abu Cali ibn Abi Talib markuu arkay ninkan masjidka jiifay uu dareemay inuu yahay nin gariiba, markaas wuxuu ku yidhi halumma ilayna ayuha rajul saabax oo ina keen xaggeena inuu kaalay famada macahu baata leylatahu cinda. Abu Cali ibn Abi Talib wuu iska raacay habeenka Abu Dhar wuxuu la saxiixay Cali ibn Abi Talib. وفي الصباح أروح مكة الجاري حمل قربته ومزوده وعاد إلى المسجد دون أن يسأل أحدا منهما أو أحد منهما صاحبه عن شيء. صبح مكة الجاري لبدو يصوت توسان أبو ذر براشدي أوتي يقن دي روح أقور سنين لبدو يصوقاتي مسجد كوكو لكن السجي علي بن أبي طالب قف قف سؤال ودي مركبة isagana cali bin abi talib madihi man anta niyo ninka isoo kaxay kuma adahay cali bin abi talib na madihi makaan naga soo booqatay. Labadoodu kale aamusan yihiin laakiin maa yastawjibuhu alqiraa oo ah wixii martisoor ah oo dadka lagu yaqiin iyo dhaqan ahaa oo ah qofka gariibka ah in la dumo oo guri la geeyo oo la martisoora intii uu cali bin abi talib gutay, laakiin waxa interview lama kama qaadin su-aalna ma weydiin. uma qada abu dharin يومه الثاني دون أن يتعرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لبعض ضمك أبو ذر أنه ماذا يدو ولي النبي صلى الله عليه وسلم آنو أركن لنا آنو كل من ولينا آنو برن. فلما أمسى هدنا مالك لبعض قبل كهلك أبو دعي أخذ مضجعه من المسجد هدنا هالكين وسحر سنماشي أبو دعي فمر به علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له هدنا أبو إلهي علي بن أبي طالب قصوا بيقو في أبو ذر والله اللي يحيي إلا ولي ما يقع حتى ما قعي أما أنا للرجل أن يعرف منزله ولي مقرن لأضح يعني ما يشهد كود دقي لهاي قف نوعا ما أهل كاقع وقرابة وكسود ولي ما أدرس الآن بعد تهوي. ثم اصطحبه معه فبات عنده ليلة الثانية هذا نسيبه أوكي حي هبين لباتك هذا أنا وحول الله دعي علي بن أبي طالب حافظ يسوع الشهد. ولم يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء واسدي وكل ولك الأمسين لا أبو ذر سؤال ودنين وحبوا يدينين وكما هذا هيدو نيكا نتكاك يسوك حيني مدهين ولا علي بن أبي طالب بان سؤال ويدينه ونيكا هل كان نقص وبوقة مدهين لكن كلية سؤال شي علي بن أبي طالب إلى الآن لقاها يوام حي ولي عد آد جارتين ما الله أضحي أم بايحي بس. فلما كانت الليلة الثالثة هل ينسد حاتي ولا جارة هدان قال علي لصاحبه علي بن أبي طالب مركة أفكفرته وحير ألا تحدثني
cama aqdamaka ilaa maka, inuumaad ii warantid ood ii sheegtay sababta ku keentay waxaa ku keenay maka, kulli qariib baa tahay. Qaala abu dhar marka, faqaala abu dhar in acطaytani miithaaqa an turshidani ilaa maa aطlub facalt, niyuu haddaad ballan iga qaadaysid oo halka aan rabay aad ii dhigi doontid ballan ah waxa aan rabay inaad ii samayn doontid haddaad iga qaadis diyaar baan wahay, waxaan u imid iyo dantaan u inaan kuu sheego. Faacطaahu caliyu ma araada min miihaaq, caliyu bn abi aalib ballantii buu sida uga qaadi jiray, waa ballan waxaad u baahan tahay inaan kuu fuliyo. Faqaala abu dhar, abu dhar markuu hadlay, laqad qasadtu makkata min amaakina baciida abtagi liqaa annabiy aljadiid wa samaaca shayin ma yaquul, maka ayaan imid, waxaana ka imid meel aad iyo aad u fog, waxaan u socday dana inaan nebi maxamed la kulmo, waxa uu sheegayna inaan dhageysto, horta taasaan u imid buyi kow. Intaa markuu caliy bn abi aalib maqlay, fanfarajat asaariiru caliyi radia allahu canhu, cali aad buu marka u farxay. Luqada carabiga waxaa la yihahdaa infarajat asaariiruhu, qofku markuu farxo dabcan wejigiisoo dhan uu kala qaadmaya, iftiin baa kasoo baxaya markuu qosliyo, markuu faraxsan yahay, markiiba marka caliy bn abi aalib farax baa ka muuqday. Faqaala wuxuu yihi wallaahi innahu la rasuulu llahi xaqan wainnahu wainnu caliy bn abi aalib markaasu marka halkaa ku furfurtay, waa rasuul allah uu soo diray xaqa iyo wuxuu sheegi kara wuu sheegay. Faida asbaxna fatbacni xayu sirt, abu dharu haddaba waayah war lagu sii, markaan arooreysanno oo waaga noo baryo adugu anu waan sii socona adugu idaba kac soo raac. Fain ra'aytu shay'an akhaafuhu calayka waqaft ka'annii ulii qulma, haddii dareen galo aan isiraahdo noocan ma waxaan ka baqanayna haddaan arko aan isleeyahay khatar baa idinku soo baxdana, doc baan u leexanayaa kadib waxaan iska dhigay nin biyo markaa daadin horta la socdo. Fain madayt fatbacnii xataa tadkula madkhali, haddaan sii gudbana iska kay soo raacun adiga ilaa halka aan ka galo adiga la soo gasha, marka waa la baqaya. Marka caliy bn abi aalib xitaa wuxuu iska ilaalinaya ninkan cusub in lagu arko, wuxuu iska ilaalinaya inay su-aalo ku furmaan oo la yidhaahdo ninkana noo wadin muxuu yahay, kadibna dad caraysan laga soo dul dhaco halkaana buuqi iyo dhibaato iyo waxaan loo la filayn meesha inay yimaadaan. Ilmihim lam yaqara liabi dharin madyacu tuula laylatihi shawqa ila ru'yati nabiyi sal allahu alayhi wasalam walahfatan ila samaci shayin mimaa yuuxaa bihi ilay, kawana marka abu dhar booskiisa haddaad taagnaan lahayd ninka rasuulka jecel, beri baa rasuulka lagu tusaya haddii la yidhi makulata hurda inay kasoo dhacayso. Saa darta abu dhar habeenkaa oo dhan waxaa ku jiray xub iyo murun ilaahay maku tusi doonaa nebiga sala allahu alayhi wasalam, ee isagoo marka u hanqal taagaya nebiga inuu wax ka maqlo. Marka xaaloo dhanba hurdo fiican abu dhar ma qaadan, hurdadii la rabay ee fuulka ahayd abu dhar ma qaadan, maxaa yeelay waxay kaga dhigan tahay subixi qofka markii dan aad leedahay lagu yihi beri halkaasaad ama waxaasaad heli doontaa waad ogtahay hurdo inaanay kaasoo dhacay. Wa fi sabax mada caliyin bidayfihi ila bayti alrasuuli alkariim, subix markii la gaaray caliy bn abi aalib uu kaxeeyey ninkii martida ahaa wuxuu geyay guriga nebiga sal allahu alayhi wasalam. Wamada abu dharin waraa'ahu yaqfu wahuwa laa yalwi calaa shay, abu dharna isaga unbuu ku raad jiraa dhanna u milicsan maayo marka, xataa dakhala cala annabiyi sal allahu alayhi wasalam, waxay socdaanba nebigii u galeen marka. Faqaala abu dhar marka wuxuu yidhi assalaamu calayka yaa rasuul allah, haddaba hore looma maqlin kelmadaas. Faqaala arasuul wuxuu yidhi wacalayka salaamu allahi waraxmatu wabarakaatu, saa darteed taariikhda waxaa galay fakaana abu dharin awala man xaja arasuula bitaxiyati alislaam, abu dhar waxaa ninkii ugu horreeyey ee rasuulka ku salaamay salaanta islaamka, horeba looma oqon, abu dhar ba afkiis kasoo gooday. Thuma shaacat wa camad bacda dalik, kadibna waa ibaahda oo markaasay marka gaartay ilmada ah assalaamu calayka yaa rasuul allah, salaantan sida ah in nebiga lagu salaamay abu dhar baa ugu horreeyey, kadibna waa ifaaftay. Aqbala arasuulu sala allahu calayhi wasalam ama salawaatu llahi calayhi calaa abi dharin yadcuu ila alislaam, yadcuuhu ila alislaam, rasuulka markii wuxuu usoo jeestay abu dhar, abu dhar marka waxaa lagu bilaabay dacwo ويقرأ عليه القرآن قرآن كان ساسا لغود الأقري فما لبث أن أعلن كلمة الحق يسوغ ميشي سفن يحبان كسو وريد بو شهادة دي قاتي وكلمة دي حقا كل واقع ودخل في الدين الجديد قبل أن يبرح مكانه
diintan cusub, isagoo ku cusubna, waa u qaatay isagoo meeshiisi aana ka tegin. Fakaana raabica thalaathatin aslamuu aw khaamisa arbaca. Marka tirakoob ahaan laga hadlo, wuxuu ka mid ahaa yacni afartii ugu horreysay nin saddexeeya ama shantii ugu horreysay mid afareeya. Yacni dadka islaamka soo galay afar hadday soo galeen Abu Dhar, yacni bimacnaa wuxuu ka mid ahaa mid ka mid u ahaa yani waaxid min haulaai alarbaca. Oo markii ID-ga Abu Dhar uu inoo dhiibay uu leeyahay bal hal la arka maxaa ku qora, marka wuxuu ahaa ninkii afaraad ama ninkii shanaad buu ahaa sida marka la tilmaamo. Halkaa markay marayso marka intaynaan gudbin, waxaa iyadoo baraarujin mudan Abu Dhar halkaa waxaa ka muuqatay inuu leeyahay waxaan ahay ninkii afaraad ee soo islaamay ama ninkii shanaad ee soo islaamay. Laakiin taariikhda markaan dib ugu laabanno, waxaan ognahay waqtigan Abu Dhar uu soo islaamayo caawa dadkii hijroodii Maka Almukarama intay ka tageen oo aaday xagga Alxabasha, si cadad badan ma ahayn, cadad tiro badan baa baxay hijroodii Sooma. Marka laba tafsiir baad saari kartaa markaad taxliilinaysid qidcada kan ee taariikhiga. Tafsiir ah inaad dhahdid Abu Dhar waa sida isaga u muuqatay, isaga iska dhaadhiciyey in ninkii afaraad ee soo islaamay inuu ahaa ama ninkii shanaad, oo warba uma hayn dadkii markaa baxay. Taas waa mid. Tafsiirka labada saari karta wuxuu yahay inaad dhahdid maya dadka markaa Maka joogi, marka la tiro kooba inta markaa Maka joogto, aan laga hadlin intii Alxabasha aaday iyo intii meel kale aaday, marka laga reebo inta Maka un joogto Abu Dhar wuxuu ahaa ninkii afaraad ama ninkii shanaad. Sidaasaa nusuus isku waafajin karta, oo ilaa xadad fara badan baa ka horreeya Abu Dhar oo boqolaal dhaafi kara xitaa, oo dadkii aaway Alxabasha aaday iyo meelo kala duwan marka aaday. Marka Abu Dhar bihada tawqiid timingly waqtigan uu sheegay uu leeyahay waxaan ahaa ninka afaraad suurtagal ma saa marka in lagu fasiro marka passage kan walnadrik alkalam li abi dhar li yaqus alayna bi nafsi baqiyat khabari. Hadaba hadalka waxaan u deeneynaa Abu Dhar si uu noogaga waramo qisadiisa waxa ahayd inta harsan isaga marka u deeneynaa badanana tabcan waad aragtay markii saxaabiga laga hadlayo inta ugu badan hadalka isaga la siiyo microphone-ka loo diibo maxaa yeelay farajul adra bi nafsi isaga naga garan og halkii laga Abu Dhar wuxuu ahaa waxaa ka wanaagsan waxaan ahaa inuu yidhaahdo wuu hadlo qaala wuxuu yidhi aqamtu bacda dalika maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam fi makkata facallamani alislaam. Intaa kadib markii shahaadateynka aan ku dhawaaqay nebigaan la joogay oo makan ku nagaa, nebiga islaamkii buu baray. Wa aqra'anii shay'in min alqur'aani, shay qur'aanka ka mid a, maaha alqur'aan kulluhumaa, shay'in min alqur'aan, qur'aanka wax ka midana wuu ibaray nebiga sal allahu calayhi wasalam. ثم قال لي ويدر دار مرحيل لا تخبر بإسلامك أحدا في مكة فإني أخاف عليك أن يقتله. أبو ذر عندها أشيق إن الإسلام تي ريان مكة قف أتكال هذا شيء يانو جرم وحن كبقى إني في الدلان محايا لي مكة كان جو يروح على الوجه آدي أدوك أحسن حالات دم مدقنا سيبا يوك أحسن تهي مركوح يري أفكار هاوك الفورن وضتك هذه وان إسلامي laasima riwaayadka qaarkood waxa ay ku dareen uu nebiga yidhi Abu Dharow reer Qafar baa tahay, halkana waxaa degan Quraysh baa degan, dhulkan aad joogto dhulkaaga maaha, dadka halkan aad joogto dadkaaga maaha, waqtigii la hadli lahaana lama gaarin, anigu intaad dhaqaaqdid halkaad ka timid ku noqo markaad maqashid inuu islaamku xoogaysanayo imow. Marka Abu Dhar waa laba dardaar maxaa la yidhi afkaaga ha kala furi. Qult kaasa waxaan yidhi walladii nafsi biyadi لا أبرح مكة حتى آتي المسجد وأصرخ بدعوة الحق بين ظهران قريش. في والله أنا مكة كتجين بيه إلا أن مسجدك مكة أن تقوى كعبادة مكان طبعا ولي مشركين تبع الجوغة وأن مرء أفكى وكلا فورة وأن كل واقه وأن لقي لي كلمة الحق إلا أي تاكد بعد ما يشكوان دقاقي بمعنى وحي لي وإنان شقاو إسلامك أقبته وحون إنان صبري كلمة الحق أنا نمر كان مقشي بي مركي مقلان زي وحي يقد وحي يقول لها نجي يلا هاي جراعين هاي دين إيه أوتا لكن الكلمة دان جارسين وان دقاق يبي. فسكت الرسول سوق صلى الله عليه وسلم كأم صمت حسمين سمين أنتوا مالي لكن ودي إن حالات حالات خطر إن يتهر الرسول صلى الله عليه وسلم ودي وحير أبو ذر هذلي فجئت المسجد وقريش جلوس يتحدثون مسجد كيوان إمت قريش نهال كاسيب فديان وشكي سامر فتوسطت برتن كاسكي استاج برتن مركي يعني طبعا ما مال فوق ما مال جي سامي استاج
وان دح استاغي بيو وناديت بأعلى صوتي عدتي انت جارسين كران جارسية وحان يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله انت أحسن هرت إني شيء جابه شهادتين كنا نقاتل وأنقر إلهي إنه يهيك كلي حقا لو عابد نبي محمد رسول الله. فما كادت كلماتي تلامس آذان القوم حتى ذعروا جميعا مركي كلمات ديدة دقه ده بصاء ورد عليه مركي وأرجع جحان وهبوا من مجالسهم هل مربى لسوب وذبي وقالوا ما كاسعنا عليكم بهذا الصابع نك كان دينتي سكا ايش سي هل قبت وقاموا الي وجعلوا يضربونني لاموت مركاسي انت ايسو اشتاقين قول ايجا سورن بي ولمرك اجراع عين ماها جراع حوغا ادبين يحل حنجفيا ماها انا انت وطل قلب بي النبي قال وش يقول قل دونابي. فادركني العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم الهي مركوه وقدره العباس بن عبد المطلب بقى يقسو الجهر بي والنبي قال ذلك إياها وأكب علي اليحميني يمه مركا اسكو كي مركا اسكو كي دوه بيرو مركا يقول دوش إيغي يمد سي أدك إيغي عليو ما أردتها. ثم أقبل عليه مركا اسكو إيغي كسو جيس ويلكم وقال ويلكم ووقل إنها لهلاقين أتقتلون رجل من غفار ومن غفار أي ضبرة المانت إن الدشان وممر قوافلكم عليهم مرنا ذا بيع مشتركيش مشتركين انا وياه هل كي يو يدقيه ديغان كود فاقلوا عني مركز يدي لك كرتن بي مركز اللي يستلم. ولما افقت مركان مير سدد بي ومير كي وصل نقل جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان يمد فلما راى ما بي نبي مركو اركي سيد اللي يسو قراعي كود اللي يجي السوري بيحيي بألم انهك عن اعلان اسلامي سوكو مشيغن وكامل ريبن انا اسلام كذبت وشيغن. فقلت عن يا رسول الله رسول الله ها كانت حاجة في نفسي فقضيتها حبا وحقد حقو حيبا حي مركة أنا ويغد قاند إنا في مركة المهم هو شيء دي موجود تبلي. فقال نبي مركة الحق بقومك حد الله دقاقو هيركا يقال وخبرهم بما رأيت وما سمعت ورقلي وشك وحد أركتي وحد مقشو الدين وادعهم إلى الله إلهي نقوية لعل الله ينفعهم بك ويجرك فيهم وانت سو الهي كو انفع يغا لعل الله ينفعهم بك ويجرك فيهم الهي اجر كاسي مرك. فاذا بلغك اني ظهرت فتعال الي مرك المقاشي نبي محمد هو خوغيستي في جماعه المسلمين دجل مكه المكرمه وي خوغيستين عدو اذا كاد كادن مرك ايمو انت المرك انت ان قدبن لو قد ما دور ارن با افتيمين وباهم نينك النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم waxa uu leeyahay iyo waxa uurka uu ku sito isma khilaafsana qawaaniin marka ilaahay og. Midda kale qofka intuusan hanuunin ka horba ilaahay wuxuu siiyaa irhaasaad u diyaarinaya iimaanka soo socda abuu darna dareenka runtii buu hayay buu ogaa khayr inuu doono waana sababta keentay walaalkii inuu iska soo hormariyo ilaahay isoo sahmi jawiga isna uu ka daba yimaada taa waxay ka mid qiimata waxyaabaha cajaayib waxa kaloo kaaga muuqda dhaqanka wanaagsan أو أهمر تسارك يعني علي بن أبي طالب إنه كان غريب كأه جوه من جوه خطر وياه منين ما شاء الله كيان الله وطال قال إنه أنت مديقة تهبين كت خلص النبي محمد يا سعبتيس علي بن أبي طالب إنه مسلم يعني ولا أجي النبي يعني ولا أجي إنه مركب إسكسي كحيو وقولي سلاها بين وصيحه ذا وحبوه في الشيء أما مديها بين كوس وقاتاي أما نين ما أردتين نوع كله هو سعد أمي هاي هولا هكما تجري فهنا كم تعلق عن رنتي وأنا أكسن ضدك إنه شوعي لكن لقد حجرت واسعا بيدي من هذا كهر يعني نبا نينك الانتو مرتي صاري وقولي سيك سودوي وماشي سيحي وحلوك باهن يسي ولوغي بوي سوبيكي مركو يسيري يعني مركو نيك صوتو سنينك مرتي صارها او يحو كهر نينك وقولي حالا دم وروسا بيكي عدم بلتي تا مركو حيكا انت دب دم بقين ان لو مرتي قادم قف مسافرة مجالة دا مركو مركو سيحي لقد حجرت واسعا wax waasi umada ka wada dhixay ala albaabada ka xir marka khatarta meel walba maanta ma jirtaa waxay keentay in dadku kala shoogan oo la kala boqo oo la kala waswaaso muxuu ninka sameyn doonaa ma lagu soo diray ma mukhaabaraad ba ma system kaagu baaraya idin laftirka laakiin hab kalaad marka xataa u dambari karta haddaad maanta dhihi lahayd xitaa oo ninkan hoteelka xitaa aan ka bixiyo ma nin taatika u socda howlo kale inuu wax farsameeyo ma ogid ma lagu soo degeli maaragtay bal ma arin nuusood dabadhigan doona waxa soo dhan ma taqaanin
marka taa waxay keentay runtii in albaabo badan marka ay xirmaan. Taas waa mid. Midda kale, Abu Dhar radiyallahu anhu wardaahu salaantan, assalaamu calayka ya rasuul allah, ama assalaamu calayka ya rasuul allah salaan, waana salaanta ilaahay subxaanahu watacaala uu doortay nebigana lagu salaamo, dadka muslimiintana isku salaama, salaan ka wanaagsan inaanay jirin oo sharafteeda markaa leh. Waxaa kaloo haddana ka qaadanaynaa, haddana Abu Dhar hadduu soo islaamo, maalmaha fara kutiirisuu joogaa, diinta in yar buu ka bartay, markii wuxuu rabaa inuusan iska dhaqaaqin isagoo basamaad aan kaga tegin meesha. Waa inaan raad kaga tago, islaamku waa inaan wax u qabto. Islaamku waxa keliya u qaban kara waxa weeye nin islaamka diidan inaan kaga caraysiiyo islaamku, nin kelimatu laa ilaha illa laa ilaha illa allah dhagihiisa aan baari karin inaan maqashiiyo, hawshiin wuu qabtay. Marka nabiga sal allahu alayhi wasallam amarkiisu hadduu ahaan lahaa marka kan xasmi, Abu Dharo ma samayn karit, hadduu ahaan lahaa Abu Dhar halkaa uma dhaqaaqin. Laakiin arrin wuxuu ahaa optional, haddaad adigu samaysid, haddaad ka tigto aday kuu tahay. Waxaana daliilu ah nebiga aamuska uu ka aamusay Abu Dhar markuu yidhi meeshan kama dhaqaaqay ilaa aan nimankaan maqashiyo kelimadda mooyaan. Waxaa kaloo haddana laga qaadanayaa Al-Cabbaas dowrka uu gutay. Waxay marka culimmadu leeyihiin waqtigan Al-Cabbaas ibn Cabdulmutalib muslim ma ahayn, waxaa la ogyahay waqti sanadkii 8-aad inuu ahaa, waqtigan marka muslim ma ahayn. Marka waxay isweydiiyeen muarikhiinta, walyaalika doodda aad bay u dheertahay xagga taariikhda, marka laga hadlayo islaamka Al-Cabbaas ibn Cabdulmutalib waxay leeyihin maya laakiin kaana mawsuul Al-Caatifa bijamaacati Muslimiin, xiriirka uu la lahaa dadka muslimiinta aad buu u xoogganaa, nin ka fogna ma ahay, nin wuxuu ahaa aad iyo aad u taageera oo garabkooda taagan, yaanu weli ku dhawaaqin kelimata alislaam. Ama waxay leeyihin maya istaraatiiji ahaan buu u qarsaday, si lamida sida nebiga Abu Dhar buu u yiri inuu ha sheegin muslim buu ah laakiin uu qarsanayo. Labadaa ra'yiba way jiraan muarikhiinta cilmigii, halka kan kama muuqato fi taariikhi rasmiyan. Marka la dul istaago Al-Cabbaas ibn Cabdulmutalib waqti inuu soo islaam, qadar kale wuxuu yahay nimankan rabay in Abu Dhar ka takhallusaan kow inay ka siiyaan rabay. Bal riwaayadka saxiixa sahih Muslim waxaa ku qoran hal mar kaliya maalin labaadkan uu ku laabtay, sidoo kale loo soo garaa ilaahay Cabbaas buu haddana ku badbaaday, maalin saddexaad buu ku laabtay, sidiiba gowda looga soo siray, haddana Cabbaas buu ilaahay subxanahu wa ta'ala ku badbaaday. Abu Dhar inta uu macaansanay ilaahay dirtii in loo garaaco. Halkan marka Al-Cabbaas markii nimanka uu la hadlayay kelimad buu kula hadlay, wuxuu yidhi Quraysh soo ma ogidina ninkan inuu ka soo jeeda Ghafaar, Ghafaarna ay tahay marinkiina dhaqaale halka tijaaraduna ay marto. Bimacnaa haddii ninkan la dilo Ghafaar, marka arrinkaa meel bay hoos bay ka xariiqan doonaan, nin baa laynaga dilay, nin Ghafaariya ayaa reema ka dilay, saa darteed waa in aan quwateen kusoo rogno. Wax tijaara xagga u dhaqaaqaysana ma laha, wax xagga soo bixidana markaa ma laha. Tii marka way ka baqeen. Halkaa marka innaga waxaa naga soo baxay mawduuca sideedaba iqtisaadku ama dhaqaaluhu waa casabu lxayaa, waa nolosha iyo biyaheedi halka lafdhabarka nolosha wey. Umadna inta dhaqaalaheedu uu la eg yahay ducadoodu ka helaystaa, inta jeebkeeda uu buuxo bay cizo iyo gabinimo leedaha. Kulamaa jeebka uu maraado halkaa gudnimo iyo sharaf daraa u taal, kulama uu jeebka u maraado oo idolka uu ku bato ama unemployment rate uu ku bato ama shaqalaanta ay ku badato ama dowlsiga ugu batana, waa la quusada ummadda sharaf markaa ma laha. Cadow hadduu noqon lahaa ama nin aanan muslimin cidda doonta ha noqoto, annaga marka hadda ka hadli mayno dowlad ahaan uma hadlayno, waxaan u hadlayna jaaliye ahaan. Annaga hadda community baan nahay, oo ama communityga America ha deganaada ama Yurub ha deganaada ama Scandinavia ha deganaada ama meesh Norway hadda ganaado ama Oslo hadda ganaado, communitygu in ay si lamida sida masaajidda loo dhiso waa in loo kobciyo dhaqaalaha ay communitygu leeyahay. Si lamida sida waxbarashada aan u raadinayna waa in dhaqaalahana loo raadiyo, in la heli karo mashaariic iqtisaadiya oo dadka isku filaasho gaara, waa in gaarsiimo in la heli karo, in yar ka meel ay ka shaqeeyaan la heli karo. Maxaale kullamaa quwadaada dhaqaalo ay kor noqoto, kullamaa oo dadka ay ka haynaystaan walaalika loobigan yahuudiga ah ama America jooga ama meel walba jooga, ummadda maxay ku haystaan? Wax kale lama haysa, dhaqaalaha lagu haystaa. Laakiin nin aan shaqo tegin oo inta ugu badan ceyrta qaadataa boqolkiiba inta haddii ay noqdaan community ay noqdaan, marka la leeyahay dadka classification ha lagu sameeyo oo leeyahay waxa ugu hooseeya nimankan wadooyinka taagtaagan oo maaragtay xagga iyo ka yimid iyo barigaas Yurub ka yimid kadibna Soomaaliya ku xigtay marka la leeyahay. Marka laga hadla shaqada oo leeyahay Soomaaliya shaqa abuurna ma laha, shaqana uma dareeraan,
iskaad nama bixiyaan. Marka lagu leeyahay in marka adiga aad noqotid qof musannaf, in aad marginalized noqotid oo lagu gacan bidixeeyo oo lagu xisaabsan, marka adaa meesha isdhigay. Halkaa marka waa muhiim in dhaqaalahaas la sameeyo. Walidaalika waay ku baraarugeen mujtamacaad fara badan, communities fara badan, hadday Sirilanka noqon lahaayeen, hadday Pakistan noqon lahaayeen, meel kasta joog, gaar ahaan meelaha aan dhihi kara Islaamku uu ku soo horreeyay Ingiriiska iyo meelaha la midka ah, runtii aad bay runtii u dadaaleen. Namuudajkaas waa in marka laga faa'iidaysto. Waxay leeyihiin niqaabaad oo maxaamiin ah oo looyara ah, waxay leeyihiin niqaabaad muhandisiin ah oo injineer ah, waxay leeyihiin niqaabaad atibaa oo dhakhaatiira, waxay leeyihiin niqaabaad students oo dadka u hadli kara, waxay leeyihiin dad mumathiliin oo baarlamaanka ugu jira, waxay leeyihiin rag dhaqaaliyahana ama dhaqaalaha sameeya, waxay leeyihiin bay mushtari businessmen. Inta waxaa loo baahan marka jaanib walba nolosha inay dadka muslimiinta marka organize ay noqdaan. Laakiin markii midkeen isoo sharaxo, inta u codaynaysaan laftiisa ay tahay, inta kalena ay diidan tahay, marka midkeen uu business uu samaysto, cidda meelaha wax laga iibsanayo ay tahay meel kale isagana loo qabanayo, markii maaragtay midkeen uu dhakhtar uu noqdo oo meel ciyaada uu furto, meelo kale aan raasanin isaga aan inaga ina istaakulaynayn, innagoo waxyaaba kale nagu qufulan, hadda innagana inta aan isgacan bidixaynayno waana la gacan bidixaynaya, inta aan marginalize iska dhigayna innagana dadka kale saasay naga dhigeen. Marka adugu halkaad isdhigtid wey, haddaan annaga isqiimayno waana la qiimaynaya, haddaan urursanaano innagana biidni illahi subxaanahu watacaala waxdadeenaas iyo midnimadeenas waxba aanu ku helayna. Marka united we stand, divided we fall, hadda yiraahdo dadku intay urursan yihiin waa dad awood leh oo runtii wax qabsan kara, marka la kala qabtana dadkaas way ku daayeen wey. Halka kan marka pointigan uu Cabbaas ilaahay u waafajiyey, wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala kaga badbaadiyey ninka la leeyahay Abu Dharr inuu maalinkaa meesha ku dhinto. Marka haddaad maqashid, dad fara badan baa ku jira ringiga drug dealerska, drug dealers waa la dilay, Soomaali baa la laayay, intaa la laayay. Laakiin markii lagu ogyahay inaad leedahay maxaamiin xoog badan oo lawyers, markuu lagu ogyahay inaad dacwo geli karto, qarash aad bixin kartid, marka lagu ogyahay inaad maraakiis lagu ilaaliyo yararka inaad samayn kartid, marka lagu ogyahay inaad activity aad diyaarin kartid, dadka lagaa dila way yaraanayaan, dhibaatada lagu gaarsiiyo way yaraanaysaa, in lagu liido way yaraanaysaa, waxaasoo dhan adaa minimize ku samayn kara. Laakiin waxaa loo baahan mujtamac waacy oo hore u socda ee garowsada mas-uuliyadda iyo baaxadda ay leedahay iyo wixii lanooga baahan. Qisadii aan sii dhammaystiro, أبو ذر وأصاد دقائق مرة. فقال أبو ذر: فانطلقت حتى أتيت منازل قومي فلقيني أخي أنيس فقال لي كده ما صاد دقائق إلا أن كأن ديجان كيرير كيجا كده ولا كي إلى كل مي. فقال ولك يسمون دكتة أتاجن ما صنعت أبو ذر حات صوص ميس. قلت صنعت أني أسلمت وصدقت وحكى لما صوى قبانه إن صوى إسلامي والنبي محمد صوى الرمي ده سأيسو كردي. فما لبث أن شرح الله صدره إلهي هدنا في قدره ولكن هلك إنك إسلام وقال في مالي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت أيضا مال أن وقال لي أحد دينك يا مجدست أنه كل الرمي أو مسلم بانا لبث مرك الله بالمقدم أبو ذر مكي وحوه هلا ولكن ثم أتينا أمنا فدعوناها إلى الإسلام فقال كذي من سأل أشعر النبي هو يان أنمت هو يقول مادين إسلام كي أشعر حين يظن محيتري ما لي رغبة عن دينكما وأسلمت أيضا ما لا عن دينك وقال لي أحد ما لي بيت وأن إسلام أبو ذر مركيبة وهو يا سدح إيرو أح وهل فملئة وإسجة يولالك إيهيدي ومنذ ذلك انطلقت الأسرة المؤمنة تدعو إلى الله سدح ذو إيرو أح أوحي بالله بأن إني ذكر دينك إله ويهري تدعو إلى الله في غفار لا غفار مكة أي كل تشكيليا أي كل بحان ولا لا تكل عن ذلك ولا تمل من يغانا كنوغين كن دالين حتى اسلم من غفار خلق كثير ضد فربضن الا كسو اسلام واقيمت الصلاه فيه هل كازنا صلاه دي مكه بالله انا ضد اسلام طبعا وعجيب مركو الهي من الله وانذر عشيرتك الاقربين هذيك كو كو دو هرتا كبلو دعوه عجيبتي ذلك هدي ولالكا وكل فهم دعوه walaasha ay kula fahamto familyga uu kula fahmo si tartiib tartiib ah oo tartiib tartiib ah ayaad ugu bixi kartaan bulshada inteeda kale. Taana waxay keeni kartaa in Ilaahay subxaana wa tacaala wada qurux badan inii xaaro oo dad fara badan ay soo islaam. Abu Dharr nin wuxuu ahaa caziima leh oo go-aan leh oo runtii ay ka go-an tahay diinkan inuu wax u qabto, waxaana muujinaya iyadoo khatar lagu jiro
oo xaaladdu khatar ay tahay ayuu islaamku u istaagay marka kana amni lagu jiro oo dadkiisa uu marka uu dacwada kala dhex qumayo. Maxaad u malaynaysaa? Ilaahay marka wuxuu qadaray khalq kathiir baa soo islaamay. Wa qaala fariiqun minhum, qayb ka midana waxay yidhaahdeen nabqa calaa diinina, annagu horta sideenna iska ahaanayna diinkii shirkiga aan ku taagnaanayna, xataa idaa qadima arrasuulu almadiina aslamna, laakiin nebiga markuu madiine yimaado markaa hinoo ahaata markaasaan islaamayna. Falamaa qadima arrasuul sal alla slam madiina aslam, qoladaa marka xoogaa oo noocan ma ay farta u laabnayd oo markii hore ka gaabsaday inay islaamaan markii nebiga saa u yimid bay iwan islaamay. Faqaala calayhi salaatu wassalaam, nebiga markuu yidhi ghafaar ghafaar ghafara allahu laha, ilaahay dembigeeda ha dhaafay, ghafaar waa qabiilkii ghafaaraha. Wa aslam saalamaha allah, aslamna allah nabadgeliye. Aslam marka iyo ghafaar waa laba qabiil oo ilmadeera ah, waan kala fogeyn marka. Marka aslam markii tolkiisi uu ka dhammaaday buu haddana jilibkii kalaan u dhaqaaqay. Aqaama abu dharin fi baadiyati xata mada badrun wa uxudun walkhandaq. Abu dhar meeshaas iska jooga marka, miyigiisi u degana. Dagaalkii badar baa yimid wuu dhaafay, uxud baa yimid wuu dhaafay. Alkhandaq, alkhandaq marka aad maqashid wa ghazwat alaxzaab sanadkii shanaad wey. Thuma qadima cala almadiinati wanqataca ila rasuulihi sal alla slam, kadibna madiinu yimid rasuulku u go'ay. واستأذنه في أن يقوم على خدمته وهناك كدل بدر رسولك إنه هو قلاد إنه خادم النقض. فأذن له ونعم ونعم بصحبته وصعد بخدمته. نبي نقول في رواية حكى مقبه هل كان مركه وماشى صاحبتي ماذا أبو ذر وكل برارة هي خدمتي ورنتي وكل يبان تابعه. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يثيره ويكرمه. نبي قلنا ضد كهر مرين جري ونا إكرام جري وما موس جري. فما لقيه مرة إلا صافحه وهش في وجهه وبش مركز النبي كصهر بحنا كعنك ساعة النبي صلى الله عليه وسلم قال انجري آدنا روتي فرحب بمركز أمو جنجري كل مدى ما صار شرحي هش وبش قفوا مركز انت تقول له لعدي سيد أدو قصة شيد وسيد جعما فرانا مركز أدو سوء دويسي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه ولما لحق الرسول الكريم للرفيق الأعلى النبي مركز انت مركز صلى الله عليه وسلم لم يطق أبو ذر صبرا على الإقامة في المدينة المنورة. أبو ذر وكري ويا مرك نقول النبي كان انت المدينة المنورة كنا قاعدوا ويكون بعد أن خلت من سيدها وأفقرت من هدي مجالسه كدي مركي مدينة اللي جوا سيد كيد النبي محمدها مجالسي قروح بالضني وحي وكسو الدقين أي كم مرات أبو ذر ويكون أتكات مرك إنه النبي جلاشي ومدينة كنا قاعدوا. فرحل إلى بادية الشام هل كاسو دقائق وتؤادي شام باديه بؤاد. وأقام فيها مدة خلافة الصديق والفاروق رضي الله عنهما وأرضاه. أنت أبو بكر وخليفة أها أنت عمر بن الخطاب وخليفة المسلمين خليفة المسلمين هلا ولا مرحلة يعني وإلا هذا وح جاري ترى مدة أبو دار باهر أنت أثبت وجودي الشام مصر دقائق. وفي خلافة عثمان مكي الجاري وقت عثمان نزل في دمشق وسود دمشق magaaladaas caasimad weyn buu ka soo dhacay, baadiyuu ka yimid caasimad weyn. Faraa min iqbaali almuslimiin cala addunya wanimaasin fi tarafi ma adhalahu wadafacahu ilistinkaari dalik. Wuxuu arkay marka muslimiintu adduunyada intii ilaahay u furay oo adduunyada iyo macmacaankeeda aad iyo saa u dhexmuusay oo iska dhex galay iska dhex tiin baday yani ma adhalahu wadafacahu ilistinkaar arin aad iyo aad uga yaabiyey buu arkay oo runtii ku bixisay inuu arrinkaa u diido. dadkii ma hambuleh waqtigii nebiga dadkii noolaa ee zuhdiga adduunya ka cararka lagu ogaa maba ahba. Dad waxaa soo baxa adduunyada eryanayo oo shilin eryanayo dirham iyo dinaar ay kaga dhigtay buu arkay Abu Dhar marka arrinka uu aad iyo aad u dhibsaday. Fastadcaahu Cuhmaan marka Abu Dhar marka saad ogeyd asdaqu lahja nebiga ku tilmaam hadalka ma qarin jirin qofka kelimadda say u tahay sida ay tahay wejiga uga saarin jiray markii wuxuu bilaabay dadkii noola dhexgalu yidhaahdo diintan diintii nebiga ma ahay nebiga saa laguma ogeyn saxaabada saa uma noolaan jirin war joojiye. Markii uu dadkii isaga ay isqabteen fastadcaahu Cuhmaan min Cafaan ila Madiina, Cuhmaan baa wuxuu Madiina ugu kaalay Abu Dharu faqadima ilayha Madiina tagay laakina ma labitha an daaqa biragbati annaasi fi addunya wadaaqa annaasu bishiddatihi calayhim watandiidihi bihim. Laakiin markuu i yar nagaadaba haddana waxaa ciriiri uu ka dareemay dadkii adduunyada raadinayay iyo iyagoo dhibsaday ninka kan radintiisa tirada badan
يعني إلين ما أمصي وحن وقلت كم بقلت حلال ما وضع حرام بعد وضع وكده ما هو أبو ذر يجنا الدنيا دي بكرة دكتي إذن هو اللي بصدق ردي بولا لدو الفولة يجنا مركب واحد بالله إن رياكشن بحيان. فأمره عثمان بالانتقال إلى الربدة، إلى الربدة عثمان ما مركب في رنيه هلك كان يسجد جور والربدة قال هي ذكر ما خلا دمان دونتان إسكت دخل وهي قرية صغيرة من كل مدينة وأنا وأتولي وأتولي في مدينة كم بذا قف في تجاي ربطة ومقنسة فرحل إليها أبو ذر وسجدت لمر ما قال لي ولا قب سموي هو أركدد ديو ما أنت من كم مشغول سان آخر هذا أنت لصين يعني آدي أبو جرت فرحل إليها وأقام فيها بعيدا عن الناس هل كأو سجن مجادتي وكف قاعدي الدنيا كان عبد حي زاهدا بما في أيديهم من عرض الدنيا وحل وحي بكبر الدنيا قدرت جعلته يكون جرما وأكزه دي وأسكت داخلي مستمسكا بما كان عليه الرسول وصاحبه من إيثار الباقية على الفاني وهنا ساه وفر أضيقي دينتي وكتج النبي محمد يا أبو بكر يا عمر وأه إن جاء آخر لهر مريو الدنيا ظل لهر مريو طيب مخقات أبو ذر مكة وأني محوها سيدة أيهاي نلشي النبي كؤغا كنول لكن فتوحات كان كذلك المسلمين إن لو فرق لو فر بضان أي فرتان غنائم بضان أي هلانه الدنيا دي إلهي أكل فرق تيبو اللي بسبب كلام الدين كان ماها دين كان لغا دخل عليه رجل ذات مرة ما لما المهتمين بأوين فجعل يقلب الطرف في بيتي مركه سؤال أبو ذر قل يسو إنها سأول الراعي فلم يجد فيه متاع وحب ميال قل ومرين فقال يا أبو ذر أين متاعكم أبو ذر أول قل يا ألابتي سأول سرير ماله كرسي ماله صوفة ماله فقال لنا بيت هناك هل كاسا قل نوجر أبي آخر نرسل إليه صالح متاعنا ألابت تيذا ونكسن حقا نقدر سنابي وحرفك أميالها إذن أنت ما أردت يصلي جلمد قال الله عني هل كان أسكن النبي ففهم الرجل مراده وقال له أبو ذر مركي هذا كأوي من كو فهم وجيت كأبو ذر آه إنه آخرك عليه ولكن لا بد لك من متاع ما دمت في هذه الدار لكن الدنيا ما كانت بيوكتي وضبها أنت ولا يرى ما أردت وحد كل شيء حتى ألا بضبها أنت فأجاب وحي المركب أبو ذر عقلي يسأل لكن صاحب المنزل لا يتركنا فيه لكن قف يقول قال له ما الدين يا ماشي وانا قصار الدوام يعني بمعنى الله سبحانه وتعالى واسكال الدنيا نمو يعني هدي ماشي اللي يسكت دينه يقول وعمر الله لكن نيك قرق اسكاله بكم يعني هو وخالق الله سبحانه وتعالى قف قرق اسكاله ام عيد قرق اسكاله نو ما دينيس هلك مركة ابو ذر وبعث اليه امير الشام 300 دينار ما لنا حال عليه شام امير في جوغي وروح ادرس دح بقول دينار وقال له استعن بها على قضاء حاجتك دناها كفو شلي فردها اليه مكه السعودي وقال له اما وجد امير الشام عبدا لله اهون عليه مني شام أميركا قف أني قال لي تموال يعني أضون إله أني قال لي إنه أني إلى صوت بيت ما أنت تحت بقل أو دينار إيسية معهم أبو ذر أنت هنا كبر هن قصة سرنتي النبي صلى الله عليه وسلم در دارنا ذا وأني قال لي ولد وحيدا ومات وعاش وحيدا ومات وحيدا يعني كل يجي ده شيء وكل يجي نولا وكل يجي دنتي وطلت تمام والنبي صلى الله عليه وسلم در دارنا سبحانه كم إذا أبو ذر لا تغضب ورا عروني عروني نبقى دردانيس وحكم ده لا تؤمر بين اثنين لا الروح أميرها والنقل نبقى صلى الله عليه وسلم وصا وأمانه لما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر وصا وأمانه وإيمان كيسو وهل كان جاسسين وماشي الربيع وجاسسين هذا أنا وحليلي لا الروح ما ملكو ده حقبني وقال مركو حكي قادة نيسا قفك إنه صالح النقضه وأهل الخير النقضه وأهل الدين والنقضة ووحصر تقال قفك قفك إله وفجينا رنتي وكذي كرم لكن نين كان وصالح ونين وذاد ونين عالمة كما قالنا يسئل أود إليه ما موقع منكر يعني بمعنى ونين كان باتقي هبين كنا صلاة متاجا صبح القرآن در الدرى إساقا ملحوين أم إساقا وزير الشقة إشكو ماله حالة إدارة هو الشيء ليرشيك هو الشيء قفك التقودي سلاح يسن هو الشيء أبو ذر طبعا يا كتقوى بضان أو يا كرم الشيخيس بضان أو يا كإمام بضان أو يا كدلال بالمكة الدعوة التاجنة لكن جانبك النبي مركو أركي نبي نوي بين صحابته صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليه وي بين صلى الله عليه وسلم وي روشا اسكدا هل كان مركا يان لا يسكد فن اون لدين تاسن عني إذا ماها مركا اللي هي أن يا الله بيجن عني إذا ماها إنا تراي ستيد
mid calmaami ilaahay ka furtay, oo aad helaysaa in shantiisa salaad tukada, diinkana yaqaan oo khayrkana yaqaan, isla markaana maamulka u qumi kara, waa la heli karaa, waa la heli karaa. Qof ilaahay subxaanahu watacaala mutacadid almawaahib uu ka dhigay, oo multi functionally u shaqaynaya, oo tanna wax ka haya, tanna wax ka haya. Laakiin waxaan diidaynaa in diirada un la saaro, la yiraahdo maadaama uu ninkan uu yahay maasha Allah saaxib qiraa'aad, saaxib kada madri ish, watafsiir madri ish, isaga maahan qof kale in loo diyo maaha. taas waxay ka mid tahay fashil runtii qofka ku iman kara. walaa yacni hada, waana ka afeeftay inaana ahayn in marka calmaan la raadiyo isagoo kan hadduu ku darsay idaaradii waa u dhiibayna, laakiin tan keligeed qofkii laa tuahiluhu ma gaarsiinaysa marxaladda marka uu rabo. أقام أبو ذر وفي السنة الثانية والثلاثين للهجرة صدني لبدي هجرة مركل الجاري استأثرت يد المنون بالعابد الزاهد الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر وقت يا مركل الجاري أيا جيردي يعني كل يد المنون منون ما جيرد يعني جيردة أيا مركل صلى الله عليه أو جعان كل اكتئ نيكي عابدك أها عبادة بناء zaahidka ahaa dunyada shaqo aanan ku lahayn, oo rasuulka markuu ammaanayay uu yidhi dhulkanna ma xambaarin, samana ma ayaan harayn. qof ka run sheegis badan Abu Dhar radiallahu canhu ardaahu ilaahuna wabillahi tawfiq.